شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل افتتاح النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية التي أقيمت برعاية خادم الحرمين الشريفين وبتنظيم من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. وتوجه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وزير الرياضة على الدعوة الرسمية التي تلقاها لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية بنسختها الثانية. وأكد سموه بأن دورة الألعاب السعودية تعد شاهدا على حجم التقدم والتطور الذي تشهده الرياضة السعودية، والتي أصبحت قبلة لاحتضان كبرى البطولات الرياضية ومقصدا لكبار النجوم والرياضيين الكرويين في ظل ما تشهده من نهضة بارزة طالت جميع المجالات ومن بينها المجال الرياضي. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بحفل افتتاح دورة الألعاب السعودية وما شهده من فقرات ولو لوحات فنية وترفيهية متميزة وحضور رسمي ورياضي بارز يعكس المكانة التي أضحت تحتلها الدورة من عام إلى عام، متمنيا للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا المزيد من التقدم والازدهار.